خويا كنا نبرفوا ماك تعرف انت. كنت برف. هذه جو بيه لاهي بيه لاهي بيه صاحبي خويا. السلام عليكم. ما نخرجوا خويا كما انا غدو عندنا مهرجان. سلم على خويا على كرتون. سلمت قلت لهم السلام جوكر دي كاس سي خو. سي تشاي كي تشوفي. فخامة محمد الشرني. فخامة محمد الشرني. فنان الحومة راب. اسمعني في الحومة مش كان راب، نحن عندنا راب، عندنا كل شيء والحمد لله. عندنا حتى فن معناها اللي تحب تسمعه الناس الأخرى. شكون هم الناس؟ معناها طبعا طبقات راقية يحبوا يسمعوا كالفن الهادي وكل شيء. وثم اللي يحبوا الفن مصاميم معناها مش نحكي على راب. ثم اللي يحبوا مساج واعي وحتى كان قبيح المهم يوصل لهم. ثم اللي يحبوا مساج سنتيمونتال متاع حب متاع احاسيس. مش نكمل نفسر لكم كلها تعرف نحكي عندك انت الحب والاحاسيس يولي عندك انت موش فن معناها؟ لا قلت فن. مش قلت فن؟ فهمتني؟ حتى بقات راقية. شو اي حاجة مزيانة توصلها للعباد هذيك اسمها فن. معناتها مش كل شيء انا معناتها عندي البوم يحكي على الحالات الاجتماعية معناتها ليش انت؟ وما زلت باش تحكي على حالات اجتماعية. كيما نحن في الراب زاد عندنا كنت. في الراب فما معناتها عندنا كنت سنتيمونتال. عندك لاجي في روحك الراب ما فماش حب. لا فما كل شيء اما اسمع حق عندي انا ما وش قلت لي معناتها انا برج ملايش الراب حاجه تقعد اونتي سيستم فهمت حتى كان ما نسمع يا ولدي الحب نستعرف بيه مع انفتي مانيش باش نغنيه للعباد انا حبيتها وهي حبتني من اول الدنيا يغنيوا فيهم انا مش نحكي على اللي شكون قاعدين يسرقوا فينا ينحيوا فلوسنا من جيوبنا نحن نخسروا لهم ما نعرفش انا نجم نحكي في بوحدكم الكل سامحني نجم نحكي كيما هو كيف مانيش مسامحك للدنيا لاخر انت ما تحكيش معاك لحظه بركة لحظه الحب معناها كان اسمعوا شنو في قلبه شحالكم انتم وحلتوا مع الحب يدي خلينا نفسر لك مش حب نحن واحد عمل اغنيه يا عبيد وجوهنا بتاع حب نحن الزوز تفرج انا وجونا بتاع يا نضرب ولا حقنا يا هنا شادين بيسكنا يا ودي مانيش نحكي لك على الحب انا نحكي لك واحد يعمل مثلا انسان يعمل اغنيه على الحب ولا سايق كبشت الحب فيه انت لا انت مثلا فما موجود ستيل تنجم تعمل جو تنجم تعمل كدبكه وكجو من الاخر معناتها انت قل لي راهو يا انسان ستيلك ما يعجبنيش من الاخر انا راني ما يعجبنيش يعطيك الصحه عليه انا راني يعجبني هو يحب نقول لك تحب النقد انت مش ما ينقد ابار كاميرا لحظه بركه تعرفني يقولها في وجهك راه اسمع ابار كاميرا ابار كل شيء والله كان عيني راني قلت لك ما كان عام انا قلت لك كمل عليه خاطر عندك صوت كما نحن عندنا مساجات عندنا فاز نحب نوصلهم اما الله غالب الفلوس هي مش قلت العباد الكل والشباب الكل في تونس مش انت نحن اشترى الشباب علاش هج مش يمشي يجيب الفلوس مش يمشي يجيب الفلوس انت ما بفنك توصل في مساجك سواء بحب سواء باللي تحب عليه كما نحن زاد بفننا نوصل في مساج بالصحه هذاك اللي انا معناتها حبيت جست نقول لك معناتها انت كبشت لي في الحب وكا وانا مش انا ما كبشتش من اصله انت كبشت لي في الحب تسال في قلت لك روجونا مش متاع حب معناها سيب وجهك من الحب نحكي لك انا ما قلتلكش على الحب قلت لك كيما انت تحكي على الحالات الاجتماعيه كيما انا نحكي خونا ربيع عنده تدخل اما فما فرق عايش فما فرق ما بين الراب اللي تحكي عليه وفما فرق ما بين الموسيقى الوتريه اللي تسمعني شكون انا باش نحكي على الراب يا اخي انا باهي نكتب نغني اما شكون انا باش نحكي على الراب في تونس النجم نقول كلمه بارك الراب ما يعجبنيش ومشي فهمتني يا تو تصير حاجه فور والعباد تعجبها ويسمعوها مش لازم انا حاجه يعجبك معناه اللي يحك راسي واللي يغني راب تو لا هذيك مش عاجبتني كيما تو برشا عباد باش تخيلنا جدد ولا متاع البارح ولا انا واحد من الناس من 2009 نكتب 2011 معناها سي بون فري ستايلر 2012 مشيت صبيت عملت اول اغنيه عند نص صبيت معناها في استوديو سجلت فهمتني ولا بلي خير ربيع يتكلم انا حبيت
النقطة اللي حبيت. زاد هذا مغروم برات. خل النقطة اللي حبيت نحكي عليها. هو خزني في الفن متاعه مش محصورة على الحب. انت تو في الراب مثلا قلت ما يجيش واحد يغني في الراب مثلا كي تنجم تغني على الحب مثلا مش كان انت وطفله مع الحب مثلا نجم تغني في الغربه مثلا واحد ترقى انسان متغرب يعمل اغنيه راب يغني على مثلا حومته يحب توحش امه توحش كذا ما ذيك حب ما ستيل نتاع حب انتم تحصلوا الحب خويا كان في طفله وانت حب اسمعني انا نحب نحكي لك على الحب نحب نحكي لك على الحب اي نقعد نحكي لك على امي للصباح ما كاينش ما تحكي ليش على الحب نعم نعم ايوه هيت بولي هيت هذاك هو صاحبي هذاك الحب الصحيح مش تحب الدنيا راك باش تخسر مش تحب الفلوس كيف باللي باش تعمل فلوس باش تخسر تحب نحكي على الحب نحكي لك على امي السلام عليكم وين كان ما كلمتوش يمكن خليته قبيلك قبيله ما عندوش باش او جوا سكان ما وفن ما بتعرف كيل عادة او عودي بطيش كيل عادة حاير كيفاش مش نصنحه والله من يعاد الفنين الطعش ايه ما وحرك ساح بيين يخدم فيه مكسر ما اه؟ مش فيه اشبيه او شنعم مكسر خيول شنين فديت من الفن مكسرته عليه فديت من الفن اشبيه ام اصحابه ما نعرف عليهم خليهم يقولوا بسكويت شنو ما لوقتوش تلعب؟ ست عمر كما لعبت الكل اش بيك ما زلت صغير تخيل هكاك اخويا يعني شنو السبب اللي هو كل واحد يبدا يدخل عليه فما اللي يبداوها مع اصحابه مره نفس مره سيجار هكاك من نفس لنفس وليت باكو وليت باكو اثر في روحك من اللي انت صغيره ازاي والله ما زلنا كلنا صغار اما الله غالب ما تعرف كلها تتكيف وقتاش تطلع بعد ابوك انا ما نعرف بنزين زين بك كمل قش بيك حاسك حزين مش حزين اللي بس بالي هيك بالرسم ولا كرات لكن ايه كرات مش حزين مش نوع شخص مفضل هو من احنا عشان هذا الطفل لان عينيك ظاهر ايش تحكي عشان الطفلة ولا حبيتها ولا عشان ولا غيري عارفة تمام مش عارفة وين تغرابك سكر 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 الله وش هي هو شيخ صاحبتك ما تعرفش شنو هي وهي تعرف اللي انت تحبها ولا تعرف اما انا مشكلتي مع البنت ما عندهمش فيها ثقة كالعادة معناها تبذل فيك هي ما عنديش فيها ثقة جملة كيف انا ايش ما عنديش فيها ثقة معناها انت تتبع برشا بنات انت كمان وانا بعدت خايم معناها انت ليه انا بعدت على البنات بعدت على البنات على خاطرها هي ولا على خاطرها هي ما عادش نحكي انا مع البنات جملة معناها باش نحكي معاهم عصيمة عصيمة ومش على خاطرها هي معناتها هذيا معناتها ان شاء الله في المستقبل باش تولي معناتها مرتك ان شاء الله كذب كذب وانت يا ربيع شبيني شبيني زين انا سامش تعرض انت زادة انا يا ربي سهل ان شاء الله ولا كان تحب تكمل قرايتك كمل قرايتي الساعة وشوف اموري شوف احوالي ندور دوليبي وبعد ربي يا ولدي شوف معناتها الوضع نتاع تونس هذايا معناتها انت باش تكمل قرايتك باش تكمل قرايتك نجم توصل لحاجة هذايا في تونس انا اخويا نعمل اللي علي نعمل اللي علي و اللي معناها اللي كتبه ربي سبحانه وتعالى راضي بهم انا فهمني
يلا نكمل القرايه تكون كاين فما حاجه يعني ما كاينش خويا ان شاء الله ربي واحد يسهل له برا سهل اشتر الشعب التونسي كله كيف اصلا في تونس تنجم تاخذ شهادتك مثلا وتقعد في القهوه يعني عادي جدا ناخذ شهادتي ونقعد في القهوه باش نخدم سيرفور نخدم سيرفور محلاه الخدمه شوف عباد معناها انجينيريات وواحد وانا معناها نكمل قرايتي صورة معناها مكمل 3 سنين وبعدين نكمل الجيل اسمعني نحكي ونتعب وواحد واقع شنو سمحنا باش نحكيو حاجة معناتها واقعية احنا ما نبداوش تو نلف وندور اعطيني انت تو في تونس الى حد الان عمرك 22 سنة ولا 21 سنة شنية عندك معناتها حاجة معناتها وقتاش واحد باش يوصل وقتاش واحد باش وقتاش معناتها ربي وقتاش فماش حق بالله سمح عندك تو انا لحظه انا قاعده كي لا نقرا لا نعمل شيء لا نخدم لا نحكي تحب معناها هكاك تحل في وجهي اكيد انا ما قلتش هكاك لازمك تسمع انا خويا نقرا نعمل عليه كان فما حاجه في البلاد هذي ما كانش خويا واحد يهاجر هكا هي خويا اشتغل الشعب التونسي وكان ما نجمش تهاجر شو تعمل؟ نجمش نهاجر خويا نشوف اي حكايه اي حل ما المهم خويا ما نحيرش نجيب عدي خويا اسكندر مثلا معناتها نهار اخر حتى كان ما كملش قرايته معناها وصل للاس اسمه بوه يطلع لالمانيا وانت شنو انا خويا بوه ما يطلعنيش لالمانيا انا خويا بابا حدو في البركون يقول يا ما عنده يعني اخويا عندي ذريعي اخويا نقرا على روحي علاش قاري نقص في روحي شنو يا اخي شنو قاري نقص في روحي كل واحد وضعه حدو البركون هذه يدي كل واحد وضعه عندي من بربي اما كل واحد وربي شعطاه يا انا اخويا عندي ذريعي نخدم اخويا نقرا اخويا ها وشوفني انا قديش طموح انت طموح اخويا عندي فني وعندي دينيتي ونخدم اي خدمه معناتها اي حاجه تجيني مرمه تجيني دهينه تجيني ملزوم. اي حاجه نخدمها انت مش مشكله ملزوم ملزوم ولا ماكش ملزوم لا مانيش مشكله ملزوم انت ما تخدمش مثلا كيفاش تجيب خويا فلوس كيفاش باش تصرف كيفاش باش تقعد في قهوه كيفاش يلزمني نخدم باش نلقى ما ناكل ولا نشرب ما ملكك شنو معناها انت معناها هذيك هي فما واحد لبس عليه واحد معناها واحد ما معناها ما عندوش لازمو يخدم هذيك هي البلاد هذيا هذيك هي شنو كيفاش معناها قلت لي لازمو يخدم هي بالطبيعه ملا تحبني نقعد هكا معناها اي حاجه اي خدمه معناها لازمك تخدمها معناها ريت انت معناها تو مش تحكي لي هذا ليه هذا ما نخدمهاش ليه هذا ما نخدمهاش ماكش عندك شوف عندك اكثريه الشباب برجوليه تو معناتها ما نعرفش ولاو ديما وما نعرفش قهاوي تشوف انت القهاوي معبي اكثر من القرايه واكثر من على خاطر الشعب ما يحبش يخدم من الاخر لا اسمعني مش يحبش من الاخر طلع الشعب هذا شنو يحب تعطيه خويا كهرباء وتعطيه دار وجو احلى جو انسان من الاخر انسان يقبل على روحه تدبر له خدمه محترمه وتدبر له معناتها مثلا شهريه باهيه واسمه وما يخدمش يقبل القهوة وتقولوا لي والله فماش تشجيع شر الشباب هكاك تشجيع شنو معناها بلي شنو ما فماش انا صحيح انا معناتها نخدم باللي يجيب 200 الف المهم نسعى لحاجه نطمح نقول يا ربي معناتها نهار اخر معناتها قول لي معناتها يا ربي نهار اخر معناتها باش تقبل 200 الف راو تجيك برشا حاجات باهي اما تبدا قاعد عايشوك معناتها اوفر لي في تونس الحمد لله عايشوه نجم نعيش بيه انت تو معناها ما زلت عازف معناها ما عندك حتى شيء هكا تصرف وقاوي وكذا وخارجين اي من بعد خويا كي تكبر باش تقعد هكا كي نكبر ربي سبحانه يحلها كيفيه فسر لي انا خويا نسعى انا نسعى من تو واللي كاتبه ربي سبحانه مع هذاك هو معنا وين هاربين منه ما شاء الله خويا تولينا كيما كاظم السياج كاظم فنان تعرف كاظم فنان الطرب شارك